اكيد ما فيش شك طبعا، لازم ابارك لكل جماهير النادي الاهلي واللعيبه الرجاله، جيل من افضل الاجيال اللي موجود داخل النادي الاهلي. مبروك لمجلس الاداره، مبروك للجهاز الفني. الاهلي بيسطر تاريخ كبير جدا، بيصدر حتى كيفيه نجاح الاداره، كيفيه نجاح المنظومه بشكل عام على مستوى افريقيا والوطن العربي. دايما الاهلي مشرف مصر خارج مصر وداخل مصر. اعتقد ان الاهلي بيعيش افضل فترات حياته الجيل الحالي. فبقول مسطر تاريخ كبير عداكم جدا يا ابو لنفسه حميد، عدينا. عداكم يا ابو حميد. وصعب جدا، صعب جدا الناس تقارن، لا صعب. واحنا بنشوف الاغنيه، واحنا قبل ما نبدا لقائنا على طول، لا انت بتتكلم على تاريخ كبير قوي واساطير كبيره جدا وناس مكانه، يعني ناس بطلت كوره من سنين طويله جدا ولسه طبعا مكانتها ومكانها محفوظه في القلب لغايه النهارده. طبعا، اي حد لبس تيشيرت النادي الاهلي عمل تاريخ مع النادي الاهلي. يمكن انا كنت محظوظ ان انا اكون موجود في جيل من افضل الاجيال اللي جت على تاريخ النادي الاهلي. بتشوف كلام عمرو السوليه، بتشوف كلام الشناوي، بتشوف كلام اللاعب الكبيره قفشه. ازاي الاجيال بتسلم بعض، ازاي ان انت بتشتغل دايما على البطوله، ازاي المجلس الاداره بيتعامل معاك، ازاي الجهاز الفني بيتعامل معاك، ازاي الاهداف والطموحات اللي في تعاقد مجلس الاداره مع اي مدير فني. وده يمكن اللي وصل بنسبه كبيره لمستر كولر، والاهداف اللي المفروض توصل لها. تاريخ النادي الاهلي عامل ازاي، الراجل بطوله بعد بطوله بيحس بقيمه النادي الاهلي، وبيحس بالقاعده الجماهيريه والمسانده اللي بشكل كبير من جماهير النادي الاهلي. يمكن كان ده ممكن يسبب عليه ضغط كبير جدا، زي ما أيوة. ايوه سبب ضغط على مستر موسيماني قبل كده. زي ما الناس بتتكلم بعد ما خلص البطوله التاسعه بيقولوا العشره، فاستغرب جدا. فدلوقتي بيقولوا مستر كولر خلاص ال 12، فمفكر في ال 13. فهو هنا قال لك انا مستوعب طموحات الجماهير، ودي مش حاجه جديده. ممكن اي فريق بينافس على بطوله بيبص للفرق اللي قبل منه عشان محدش يلحقه، لكن انت بتتكلم فرق 7 بطولات بينك وبين مازيمبي وبينك وبين الزمالك، ولسه الاهلي بيحاول، ولسه الاهلي بيدور على ال 13 وهيدور على ال 14 ان شاء الله. فهنا ده بيدل ان دل على نجاح الاداره، ان هي توفر كل سبل امكانيات البطوله للجيل الحالي وللجهاز الفني. ودايما اللعيبه والجهاز الفني اكيد عند حسن ظن الجماهير.